عارف يا دكتور؟ ايوه. الجزيرة اللي انت رايحها دي فيها مساج عالمي وشوية زيوت بقى، انما ايه؟ اديني اديني احكيلي تفكك من النيلة السودة اللي انت فيها دي. انا اخترتها لك على الفرازة. انت عارف اكتر حاجة قلقاني انك انت اللي مختارها. بتجاملني بتجاملني. تينا يا حبيبتي كفاية عياط، انا ما استحملش. اعمل ايه يا حبيبتي؟ مش بايدي يا لمار. اول مرة عمر يسافر ويسيب. طب ما كنت جيتي معانا وخلاص. معقولة هاجي معاكوا برضه شهر العسل؟ انت بتقولي ايه؟ انت عارفة ده مش اخويا، ده ابني. حاضر حبيبتي حاضر. وانت كمان خلي بالك منها. ها طيب مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ هتوحشوني هتوحشوني قوي. يلا يا حبيبي يلا بينا. لما الفين سما يا انتوا فاكرين ان انا يهون عليا تسافروا من غير ما اسلم عليكم؟ وبعدين يعني ما تصحوني؟ ايه الندالة دي؟ مش ممكن، انا اصلا ما كنتش نايمه، انا بستحمل. شمسوبه هتوحشني. وانت يا حبيبي هتوحشني يا عروسه. يا حبيبه قلبي بقول لك ايه، في بقى شويه اعشاب هناك، انما ايه دمار شامل. انا بس عايز اسال سؤال سؤال سؤال. انت مين اللي بيظبطك عليا؟ يا راجل يا راجل يا راجل، الحق عليا اللي بظبطك بدل كسره نفسك دي. انت بتدمرني. عمر لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا بقى عشان ما نتاخرش. يلا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساش العشاء. وانا رايح البيت. العشاء اسمليتين يا اختي. يا اختي اسمليتين اسمليتين يا اختي. يا اختي يا اختي. اتفضلي يا اخواتي. اسف يا اخويا اسف. انا شفتك فين قبل كده؟ اخص عليك لحقت تنساني؟ ده نزعل منك واخد على خاطر. لا لا مش نسيك، انا فاكرك قوي. ايوه انا فاكرك قوي قوي. تعالي تعالي. عندك ده يعني؟ انت ما تجيش، انا عايزه هي. ايه هلا ده؟ انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ انا انت 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 قصدك اللي كان بيطبل؟ ايوه. لا مش انا مش انا. ايوه صح، التاني كان بيطبل. صح عندك حق، انت بتمطول. صح. بقول لك يا اخويا. نعم. كنا عايزينك كده نفك معاك في كلمتين جوه. لا ما انا هفك معاها هي، خليك انت. الله عايزك تركز معايا كده، عشان ايه المطوه دي بتشتغل لوحدها. لا يا شيخ، هندخل نتكلم كلمتين ونتكل على الله على طول. يلا بينا. كلمه سر كلمه سر سر. اصل ده كلام سر ما ينفعش انت تسمعه، عشان انا وياه نتكلم كلام سر. انا ليه حاسك ابوسنا كده يا اخويا؟ بقول لك ايه، احنا نسيبها هنا وندخل وانت نقول كلمتين سر. بس منظرك هيبقى بايخ لو جيت معانا، انت حر. انا يلا بينا. هنرقص يلا هنرقص. يا اختي يا اختي يا جمال امك. ما خلاص بقى يا عم، غني من قلبك. انت صوتك لحسن نايم. هو مين اللي نايم؟ اللي جوه.
لحسن يصحى. هو مين اللي يصحى؟ مغاوري مغاوري يا اختي اسمع لي. طيب يلا بينا اخويا. مش برد صوتك، خليك انت معاه عشان لما يصحى تدينا خبر. هو مين اللي يصحى؟ اوه ده انت غبي. تعال خش برجلك اليمين يا حبيبتي. مش بقول لك الباب ما يسعناش احنا التلاتة؟ خلاص ندخل انا وانت اخويا. تعالي تعالي. عايزة ايه؟ هموت يا عمر، مش قادرة، تعبانة قوي. وما حليتش الموت اللي هنا، ما تتنيلي تموتي في حتة تانية. موت في حتة تانية ازاي يعني؟ عمر عمر رايح فين؟ تعالى هنا. راح فين ده؟ عايزة ايه يا بنت انت؟ عايزة ايه؟ ابنك، ابنك اللي في بطني مطلع عيني. يا ابني يا بنت انت هتستقبلها يا بنت؟ انت بتزقني يا عمر؟ اه بزقك عادي. عايز صاحب الجنين؟ صاحب الجنين، الجنين يا امشي يا بنت، امشي. هنا تعالى هنا. على فين يا حبيبتي؟ انا اللي على فين؟ انت رحت فين يا عمر؟ ومالك بتنكد ليه؟ لا ولا حاجه. ده اصل شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تخيلي واحده بتولد وقال عايزيني ضروري جدا. بتولد؟ اه وعايزيني ضروري جدا. وعرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء؟ عرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء يا عمر؟ ما فكرتش فيها دي، بس يعني دي حاجه تستخبى. اكيد عرفوا من البطاقه بقى. المهم يا حبيبتي انت خليكي هنا وانا 10 دقايق وهرجع لك على طول. هتولد واحدة بعشر دقايق؟ اه 10 دقايق حلوين جدا، يا دوب كفاية نخلص الاتفاق، نخلص الولادة. ادعي لي بس ربنا ينتعني بالسلامة. ينتعك انت؟ انا قلت ينتعني انا؟ لا انا قصدي ينتعها هي، ينتعها هي، ينتعنا كلنا ان شاء الله يا حبيبي. عمر نعم. اياك ثم اياك. اه عينك تزوغ كده ولا كده؟ انا عيني تزوغ. تزوغ فين؟ وخلاص اللي زاغ زاغ. احنا توبنا الى الله، توبنا الى الله. يا رب تقبل يا رب. اقول لك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ احنا كنا بنقول ايه اخر حاجه؟ كنا بنقول بحبك وحاجات جميله قوي. هنرجع نكملها دلوقتي. 10 دقايق اوعى تحركي من هنا حبيبتي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انت بتصفري يا بنت؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ اه يا عمر الواد ود 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 يا بنت ود ودي وشايب ايه؟ لما انت حامل زي ما انت بتقولي ركبت الطياره ازاي يا عفه؟ انت المفروض انك في الشهور الاولى. اراده ربنا. اعترض بقى يا عمر على اراده ربنا، اعترض. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ماشي 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 ماشي. وعرفتي مكاني هنا ازاي؟ حبيب قلبي يا عم حافظ، ربنا يخليهولي يا رب. الله يخرب بيتك يا عم حافظ جلاب المصايب. عايز ايه يا عفه؟
جايه هنا عايزه ايه مني؟ هو يعني انا الحق عليا ان انا خايفه عليك من ربنا وجايه عايزاك تصلح غلطتك يا عمر؟ غلطت ايه بنت الاخو؟ غلطت ايه؟ غلطت ايه؟ خلاص يا عفو خلاص انت كده بتدمري مستقبلي. ما انت ياما دمرت مستقبل بنت ايه يعني؟ يا بنتي احنا مش كنا سيبنا بعض بالمعروف ودينا رجعنا بامر الله البركه في ابنك. اسمع بنت اسمع بنت انت تاخدي بعضك وتغوري من هنا على اول طياره على اول طياره وما اشوفش وشك تاني ما اشوفش وشك تاني. خايف كده ليه؟ من خاف سلم من خاف سلم. بصي يا حبيبي انا بس عايزه افهمك حاجه يعني لمستقبلك يعني التنشنه دي مش حلوه عشانك يا عريس ده انت لسه في شهر العسل. انت خليت فيها عسل ولا بصل؟ ما خلاص بصي بقى عشان من خاف سلم بقى انت عايزه الليله دي تعدي على خير ولا لا؟ والنبي عارف والنبي عارف عشان خاطر. اوكي اتعشى معايا. مش بتعشى معاك اتعشى معاك ده ايه ده من ربع المستحيلات. اتعشى معايا يا عمر. مش متعشى واعلى مفخلك الكبير. طيب براحتك بس انا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي. عادي الباب في الباب باب في الباب طز خلاص بقى ذنبك على جنبك انا قلت لك وخلاص وحذرتك. تحب تعشى ايه؟ سي فود فريش. كلمه وملهاش تاني يا تقول لنا المحروس ابن اخوك فين يا ابعتك زياره على جهنم كده تتدفى هناك براحتك. مسافر والله انا اللي طلعت له التذاكر بايديا لو كنت اعرف كانت انقطعت ايدي قبل ما اطلعها. بالراحه بالراحه يا خلوصي على الراجل مش مستحمل منك زقه. ده العشان برضو يا اسد. انا بقول لك ايه يا سحاب بس بص لي كده يا اخويا في عينيا. الله حافظ طول عمري كان نفسي حد يقول لي سحاب من غير قله ادب. الدكتور عمر سافر فين؟ جزيرة بعيد. يعني بعيد فين يعني؟ عصبي عصبي قوي قريبك ده عصبي عصبي والله عصبي. أول ما بيعمل كده على طول مصريني بتمشي وركبي بترعي. ألف سلامة على ركبك يا أخويا خليك معايا. حاضر حاضر يا بقولك إيه يا ريس أنا عايزك تركز وتطرطق ودانك في الكلمتين اللي باريزة هاني ما هتقولهم لك دول. حاضر. بص يا أخويا انت لو ما قريتش على مكانه بكره الصبح السدي هيكون على مكتب كل دكتور في المستشفى وفي ايد كل واحده اتعالجت عنده. ساعتها بقى الفضيحه هتكون للراكب ففتح مخك كده وقر هو فين. حاضر حاضر. انتوا مش خدتوا منه قرشين عايزين منه ايه تاني؟ ما تسيبوه في حاله. انت مالك انت مش شغلك ده ده مش شغلك. انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك يا صحاب بص يا اخويا اصل بصراحه كده الدنيا مزنقه معايا حبتين وشكلها كده متقفله على الاخر وما فيهاش خرم ابره فيرضيك بردك الدنيا تمرمط فيا. يرضينيش قول لي يا سحافظ. خلاص تبقى تقول لي هو فين يا سحافظ. ريسبشن. لمار يا حبيبتي عمر انت في يا روح يا عمر في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ انا كنت لسه طلبت الريسبشن دلوقتي حالا على فكره. يا نهار اسود تطلب الريسبشن ليه؟ عشان اسالهم على رقم اوضه الست اللي بتولد. يا نهار اسود حد يعمل كده يا لمار؟ عيب يا ماما حد يطلب واحده بتولد؟ عيب ايه الهت ده؟ مش هي ولدت وخلاص؟ ولدت ايه بس انا شاكك انها مش حامل وبتشتغلني بنت اللذينه. ايه قلت ايه يا عمر؟ ايه انا قلت حاجه انا بقول يعني دي ضريبه الدكتوره. دكتوره ضريبه يعني ضريبه يعني يا لمار بقى. تعالي يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي الليله لسه. يا نهار اسود يا نهار اسود. في ايه مالك يا عمر؟ كان واحده تانية عايزه تولد. خبيني خبيني انا مش هنا انا مش هنا انا مش هنا. ده العشاء اللي انا طلبته يا عمر اهدى. بصي من العين اتاكدي بصي. ابص في العين. ايوه ايوه. اتفضل. معقوله حضرتك؟ اهلا وسهلا احمد. اهلا هايل 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 هايل. ميرسي ميرسي جدا شكرا. يلا بقى يا عمر انا هموت من الجوع يلا تعالى بقى. لا لا مش قادر والنبي مش قادر اكل. عمر يا بيبي هتسيبني اتعشى لوحدي في اول يوم؟ ينفع ينفع؟ ده انا طالبه لك سي فود فريش تاني. سي فود وفريش تاني والنبي ما قادر والله ما قادر. يا بطني والله العظيم لو سبتني اكل لوحدي الليله مش هكلمك تاني. ايه رايك بقى؟ يلا يا بيبي يلا. الحق
شاء الله تمسكي نفسك دلوقتي. يا أختي يا أختي، قومي عادي الدكتور، قومي عادي رقم. ما ينهاش دي أول مرة دي. آه عشان خاطر نفسك أبوسي إيدك. الألم هموت، وجع جامد، وجع جامد. هاتي التليفون. مش قادرة، مش قادرة. شدة وتزول يا حبيبتي، تليفونه مقفول، عاملة ايه دلوقتي؟ طب ما تتصل بأي حد من صحاب الدكتور عمر. روحي تراجعي على المحافظ بسرعة. حاضر حاضر. طب انا هقيل. امسكي نفسك. لا ده انتوا زودتوها قوي، ده انا اوديكوا في 60 داهية. فكرة عملية سايبة ولا سايبة؟ ترشت اللي في جوفك قبل ما يلعبك لك اللي في معدتك. خلصت الشويتين بتوعك؟ ايه ده بقى واسمعني، بدل ما ارزعك واحده ادوج انا اجيبك على الارض. يا جماعه اللي بتطلبوه ده مستحيل، ده راجل هربان من الدنيا. انت عايزه تروحي له هناك في شهر عسله؟ يا جدع افهم، انا لازم اسيب البلد دي باي طريقه ومحتاجه فلوس. معاك فلوس يا اخويا توديني اي حته، ولا احسن لك تسمع الكلام وتعمل اللي نقول لك عليه؟ ما ينفعش تعقليها، ده راجل راح يقضي شهر العسل وحالته زفت، وكمان من يوم ما تنيل وهو متنيل. ايه كر الشريط كده من الاول؟ ايه عباره متنيل دي؟ لها ايه؟ قولها اللي يمنع عليك ضميرك على طول. خالص 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 خالص. وانتوا عايزين تكملوا عليه بقى يا راجل، تسيب قريبك في محنته دي؟ قصدك ايه؟ اقول لك انا بقى قصدها ايه. يا حافظ بيه افتح، يا حافظ بيه. البنت هنادي شغاله، عايزه ايه هنادي؟ افتح يا حافظ بيه، افتح، الحق بسرعه. لازم الحق، لازم الحق، حد مش بنجر له حاجه. ابوس ايديكوا. طب احنا هنستخبى بس. حط صوتك عشان ما تسمعش. جدع جدع احنا هنستخبى. ايوه لو قلت اي كلمه في كلمه هنجي رقبتك. انا مش هقول اي كلمه في كلمه. خشوا انتوا استخبوا، استخبوا وخبوا نفسكم كويس. خلاص خلاص خلاص. طيب خبوا كويس. يا حافظ بيه في هنادي. ايه يا حافظ بيه في ايه؟ فين كل احنا ست تعبانه ومش عارفين محتاسين. مش عارفين احنا نعمل ايه. طيب انا جاي وراك على طول. واضح انك متاثره قوي. انا جاي على طول. مع السلامه. يلا اتفضل، يلا بقى خلاص مشي. اطلعوا اطلعوا. هم راحوا فين؟ السفريه دي جات لنا على الطبطاب كده ولا الدبان الازرق هيعرف لنا طريق جره؟ هو انا ما قلتلكيش يا بريزه ولا ايه؟ لا ما قلتليش. قلتلي ايه؟ انا مش هبقى معاك في السفريه دي. يا نهارك اسود ومنيل، انت هتبيعني يا كلوسي؟ هو لو بعتك انت هتجيبي حاجه؟ ادي تسوى حاجه يا بريزه في سوق الحريم. وبعدين انا مش خلصت لك الليله وسلمتها لك على المفتاح سوبر لوكس دور اول؟ سيبيني بقى اشوف حالي. في واحد كده جايب لي مصلحه رغم اللي انا البوظان اللي بقيت فيه ده، يعني سبوبه كده. وانت برضو تتكني لك يومين كده عشان تخلصي موضوع نيازي. انت بتبص عليا بيت تخلصي موضوع نيازي يعني؟ شكلك زي الهنود. ماشي يلا فلانك اهو. ده معلم انا رجليا ورمت من الوقفه وما عادش لي يا ناصح. انت قلت له اقف استنى هنا، ما قلتليش اقعد استنى هنا. ايه الاخلاص بتاعك ده يا انت؟ يا اخويا اتنيلت كمان. خلوصي هسيبني لوحدي؟ ما انا هفضل كتير اقولها، قلت لك مش هسيبك لوحدي. خلوصي لو الدكتور عرف ان انا لوحدي ما اعرفش ممكن يعمل فيا ايه، هيستفرد بيا وممكن يعمل فيا اي حاجه عشان يخلص من الحكايه دي. طب انا اعمل ايه بقى؟ كل شويه اقول لك مش هتبقى لون، مش هتبقى لون، مش هتبقى لون، وانت برضه مصممه يا بت. ده انت هتبقى ملازمه الدكتور اكتر واكتر، ورغم كده مش هيعرف يلمس شعره واحده منك. ولا يا فلان؟ تمام. بص يلا بينا. يلا بص يلا خلاص. الون خلوصي بتفكر فيها؟ خلوصي مفكرش في حاجه. يلا بينا. طب يا حبيبي طالما انت تعبان. اخيرا السرير اتفنكش من بعضه. اتفنكش على خير ان شاء الله. آه. يا حبيبي طالما انت تعبان ومش قادر تاكل، كلت ليه يا حبيبي؟ كلت ليه يا حبيبي؟ تفاصى تفاصى حبيبتي، تفاصى بعيد عنك. سلامتك سلامتك. آه. الف سلامه. ريح يا حبيبي. ايوه ريح. باي.
انا بردان بردان وجسمي كله بترعش. بردان بس ازاي يا حبيبي وانت عرقان كل ده؟ انا عارف بقى يا حبيبتي، انا طلعت لي كده جسمي خربان 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 ومخربق من كل حته. خربان. ريح يا حبيبي ريح. مش انا بقول لك يا حبيبتي، مش انا قلت لك الجوازه دي مبسوط فيها؟ مبسوط فيها. سيبك انت من كل ده. دلوقتي الفوار يشتغل وتبقى زي الفل. ايوه اوعى بس. ايوه اوعى فين؟ ادخل شويه كده انام جنبك. اصلا انت مش هترتاح الا وانت في حضني يا بيبي. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله. ايه صوت الهبد ده يا عمر؟ هتلاقي عريس 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 يا ولدان، عريس حبيت عين امه مش عارف يستمتع بشهر عسل. حرام حرام يا حبيبتي. غطيني غطيني، عايز انام. غطيني. نام يا حبيبي، نام 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 يا حبيبي نام، وادبح لك جوز الحمام. نام يا حبيبي نام. ياه الحمد لله، ده انا كنت تعبانه قوي. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ازمه وعدت كالعاده. الحمد لله. والله دمنا نشف وروحنا راحت وما بقيناش عارفين نعمل ايه، بس اظن الشوربه اللي عملتها لك ايه خليتك زي الفل. الحمد لله. مش هتاكلي بقى دي؟ لا لا مش قادره، انا حاسه اني عايزه ارجع. تعالي ريحي، انت تلاقيكي ما نمتيش ولا دقيقه من امبارح. والنبي ما غفلت، فضلت سهرانه جنبك طول الليل. حبيبتي ربنا يخليكوا لي. قوم اطبخ انا بقى، يلا هاتي صينيه عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. اوعي انت يا حبيبتي. تعبتي قلبي قوي، مش عارفه ايه اللي جرالي. يمكن غياب عمر واحساسي ان انتي في ازمه وانا مش عارفه اتصرف لوحدي، كل دي حاجات خوفتني قوي. فضلت قافشه في ايدك طول الليل كاني بحوش العيا عنك. سبحان الله، لازم يحصل الالم كده جامد علشان نحط ايدينا في ايدين بعض. بس عارفه طول ما انا نايمه وتعبانه حاسه ان نفسك هو اللي مدفيني. دي انتي بنتي اللي انا ما خلفتهاش يا حبيبتي. انتي مش اختي بس يا تينا، انتي امي اللي انا ما شفتهاش. يعني انا من غيرك اتيت. ليه شوفك وانتي عماله كده تتعفرجي وتتنططي ما عرفش ان انتي اجمل واحلى قلب في الدنيا. يا ربنا لازم يحصل حاجه جامده قوي علشان ساعتها نديرها كلنا في حضن بعض. وجعتي قلبي قوي، انا اول مره اشوفك تعبانه قوي كده. عندك حق، المره دي الازمه كانت غير كل مره، كانت جامدة عليا قوي. الألم كان بيعصر معدتي، كنت عمالة أصرخ وآوح، بس كان أشد مني لدرجة إني مكنتش حاسة خالص بالدنيا. عشان أنتي مهملة في نفسك، لا بتاخدي دواء ولا بتتابعي مع الدكتور. حد الدكتور اللي أنتي بتتعالجي معاه موبايله مقفول 24 ساعة، تلاقيه غيره أصلا وأنتي ولا أنتي هنا. إيه ده إيه ده؟ أمال مين اللي لحقني؟ لا مؤاخذة يا ست، الدكتور بره عايز يشوفك. الدكتور؟ طب ناويين الطرحة بسرعة. حاضر. بسرعة؟ يا اختي يعني هيشوف ايه؟ ما انت متكلفتة. هيشوف ايه؟ يا بنت هضربها مجرمة. اتفضل يا دكتور. استني اتفضل. استنى. استنى يا دكتور. اتفضل 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 يا دكتور. يا رب نكون احسن النهاردة. دكتور غازي. اتفضل اتفضل. اول ما كلمته امبارح ما تاخرش وجي جري وهو لاحق من الازمه. هو احنا عندنا اغلى من الهانم؟ والله ما ليا دعوه باي حاجه يا دكتور، انا في حالي وماشيه جنب الحيط. انا كنت فاكر كده، عشان كده كنت مفكر لك في ترقيه جديده وزيادة في المرتب ووضع تاني خالص. ده الملف بتاعها يا دكتور. نتائج البحث بتقول إن حالتها زفت وأبوها ميت، أمها وأخواتها في رقبتها، وهي مش قادرة تتجوز لغاية دلوقتي.
انا لما عرفت كده قلت اقف جنبها. يا دكتور والله انا انت غلطتي يا نبيله، وغلطتي غلط كبير جدا، بس مش مهم، كل الناس بتغلط، الالم نفسه بيغلط، بس الاستمرار في الغلط ده هو اللي بيبقى جريمه، وانا ما بسامحش في الجرائم ابدا، وانا حاسس كده انك مصره تستمر في الغلط. اقولي بس طب يا دكتور اللي قلتيه للدكتوره صفوه، انا انت يا اما تخرجي من هنا على الوظيفه الجديده ام مرتب ما تحلميش بيه، يا اما تخرجي على السجن. سجن ليه؟ هو انا عملت ايه؟ سرقت اجهزه وفي شهود على كده. ها يا ماما، هتمضي قرار التعيين ولا اتصل بالبوليس؟ مضيها قرار التعيين يا مرتضى. يا خوفي لا يكونوا قطروك وعرفوا سكتي يا خلوصي. ما تبطل يا بت ند بقى. فلانك قوم انا بص، قوم امن الطريق بره. ابص بس جو الطرف ده ما يلدش. هبقى اخدك معايا الاسبوع اللي جاي يا مارينا، يا امك شد. بقول لك يا بنت الحلال، انا عملت بهلوانه عشان اجي لك هنا، الراجل اللي انت بلغت عنه ده بدل رجالته في كل حته. تذكره السفر اهي، تحطيها جوه عينيكي. الناس دي الموت عندها كيف والدم رخيص في ايديهم. هنقعد نندب، هنقعد نندب يا باريزه. مش هو ده اللي قلقنا يا باريزه؟ اللي قلقنا ان قريب الدكتور ده اللي اسمه حافظ ده شكله كده طلع ملاوع. يا خوفي ده رخر يكون بلغ الحكومه. ما اظنش، عارف ان رقبه قريبه في ايدينا. انت مش قلت هتتصرف يا خلوصي؟ ما انا هتصرف يا برزرز، بس الموضوع يعني محتاج شويه لولوس مصاريف. لولوس مصاريف؟ وفلوسي اللي عندك يا خلوص؟ ما خد من التل اختل يا اختي، دي احنا جبنا فيسبا وطرب واكل وشرب، كل ده منين؟ ده انا ما طلتش منهم مالي ما احمد. طب وحد قال لك عادي كبارات البلد؟ ما انت اللي عملت فينا كده. خلوصي انا مش عايزه اموت في طيس يا خلوصي. لا يا اختي، وانا ما قبلكيش يا اختي ابدا تموتي في طيس. انا هتصرف والحساب يجمع، العيش والملح اللي بيننا برضو ما يهونش عليا. هتصرف انت العيش. ماشي يا خلوصي ماشي. انت لسه قاعده؟ انت لسه ما رحتيش المدرسه؟ مالك يا عم فيك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط، في حاجه مزعلك؟ ده انت حتى ما طلعتش تطمن على سينا من امبارح بالليل. وهي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انت بقى فيك ايه؟ اصل عمر بطلبه في التليفون ما بيردش عليا، وكل ما اطلبه يقفله، وانا عايز ضروري. شكلك مزنوق وبتحب يا عمو. حب ايه وهباب ايه؟ لا لما بسمع منه عاطفيه بنهج. والنبي دمك عاطف. يا دمك ده انا عمك يا بنت، تعملي لي كده؟ مش عارف اقول ايه بصراحه، انا ما صدقت ان حاله اتظبط، وهيقضي له يومين ومش هيكمل في سكتي. اقول له ولا ما اقولوش؟ تقول له ايه بقى؟ انت لسه قاعده؟ الجرس ضرب، اجري اجري اجري. انت الخسران، انت اللي مش هتلاقي حد غيري تحكي له. اهو بعدين اقول له ايه ولا ايه؟ انا سبق قلت له التوبه منكوستي في الثونه. انت ما بقتش مريحني خالص على فكره. ليه يا حياتي بس؟ عشان ايه يعني؟ يعني بلعب رياضه؟ تلعب رياضه؟ عشان عينيك اللي بقت في وسط راسك من ساعه ما وصلنا هنا. انت قلقان من حد؟ خايف من حاجه؟ في ايه بالظبط؟ يا منجي من المهالك يا رب. يا منجي من المهالك؟ هو اللي انت فيه ده مهالك؟ ايه، اصل انا نسيت الموبايل بتاعي في الاوضه، ومحتاجة اطمن على اخواتي ضروري جدا. ممكن تجيبهولي؟ اه
اجيب لك الموبايل من الاوضه. اوكي بليز 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 ماري هاي الستار هيليا. حاضر يا عم. تسلميلي يا روحي. حاضر يا سام. ماري الستار ماري. عايز حاجه تاني من الاوضه؟ لا خالص مش محتاج اي حاجه. ماشي يا حبيبي. تيجي بالسلامه ان شاء الله. حدكت مفيش شمسيه فاضيه غير هنا. اجي يا حبيبي اقعد تحت الشمسيه بتاعتك وهي شمسيه تلم الحبايب كلهم. احترمي نفسك احترمي نفسك يا عفه. مراتي عارفه شكلك كويس ولو جات وشافتك هتفضح الدنيا. والنبي عارف مش من هنا. النبي عشان خاطر انت هتعيط يا حبيبي طالما انت بتخاف قوي كده. بتغلط ليه من الاول؟ عسل. اي عسل انا غرقانه فيه. تعالي خدي حبه يا اختي. قرفانه قوي قرفانه. عمر مش طبيعي. بطلي السفاله اللي انت فيها دي. الاكيد ان الموضوع ده مش شاغل بالي خالص. انا حاسه كده ان هو في حاجه كده مخبيها عني ومتاكده برضو. يا بنتي احساسي عمره ما يخيب. ايوه بصي مفيش راجل في الدنيا يعامل مراته بالطريقه اللي عمر بيعاملني فيها ويكون بيحبها. ايوه مع انه في اول يوم كان فظيع. كنت طايره معاه طايره طايره. مش عارفه ايه اللي جراله. سايباه على البحر اللي عايز يحط زيت ويعمل حمام شمس. يمكن موصف له ما تعرفيش بقى. اضحكي اضحكي ما هو شار الباليه بقى. بقول لك ايه انت بتنزلي البازار؟ عفا ابوس ايدك امشي من هنا غوري. عايزني امشي من هنا يا عمر؟ يا ريت. من عينيا بس بشرط واحد. ماشي اشرطي. انجز يا ماما. شايف الصخور اللي هناك دي يا قلبي؟ شايف هالصخور مالها؟ شايفها كويس؟ شايفها كويس جدا. شايف ازازة الزيت اللي معاك دي؟ شايفها كويس جدا. ادهن لي جسمك بيها وتروح تقعد على الصخور دي لحد ما الشمس ما تروح وما تقومش من مكانك. على الصخور؟ وادهن زيت. وادهن زيت؟ اقلي نفسي يعني؟ اقلي نفسك يا دكتور. مراتي جاية مراتي جاية. امشي مش همشي غير لما تروح. روح بس. نايمة على ودانك؟ ونعمل لها ايه يعني؟ ما انت عارف بنتك وجنانها. جنانها بتاع ايه؟ ده احنا لو عايشين معاها في بانسيون كنا عرفنا انها سافرت. انما انا اصحى من النوم فجأة تقولي لي مسافرة؟ ازاي ده؟ وانت كل حاجة ترميها عليا انا؟ مش انت امها؟ وانت ابوها المسؤول عن تصرفاتها وتربيتها. وياما قلت لك يا ربيع بلاش الدلع بزيادة ده. تقولي صغيرة وبكرة تكبر. اه كبرت علينا كلنا. اشرب بقى. يعني انت فاشله كأم وفاشله كزوجه ولسه لك عين تتكلمي وتقوحي. انا فاشله يا ربيع بعد كل اللي بعمله لك ده؟ بتعمليه لي انا؟ انت بتعمليه لنفسك. ده انت نسيتي الدنيا وما فيها من يوم ما حلمتي انك السيده الاولى. رميتي ورا ظهرك بيتك وبنتك وجوزك لغايه ما وصلنا للي احنا فيه ده. دلوقتي بقى حلمي انا مش حلمك انت يا ست الرايس مش كده؟ ليش خبل قرف. ربيع ربيع ماشي يا عفة. إن ما ربيتك يا عفة كانت غلطة وتسرعت فيها. يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة لكن ما بصيتش الاختلافات كتير قوي كانت بيني وبينها. بس ده عادي يعني مش أي اتنين متجوزين بتحصل بينهم خلافات تبقى الجوازة غلطة. في خلافات ممكن تحتمل اختلافات تانية مستحيلة وللأسف اختلافاتي مع صفوة من النوع التاني
المسألة خلاص بقت مسألة وقت مش أكتر. معقولة يا دكتور بالسهولة دي ممكن حد يستغنى عن أي حد أو كل الحاجات الحلوة اللي بينهم تتقطع بورق الطلاق؟ بالعكس، أصعب قرار في الدنيا ممكن الواحد ياخده هو الانفصال، لكن مدام وصله يبقى خلاص مفيش حل تاني. انت بتحبها؟ مش كل العلاقات بتقوم على الحب، في علاقات بتتولد من احساس الهروب. هروب؟ هروب من ايه؟ هروب من احساس اكبر وابعد، احساس شبه مستحيل. مش فاهمه تقصد ايه باحساس شبه مستحيل ده؟ احساسي بيكي انت اكتفينا. انا عايزه افهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ طب وانا اذيتك في ايه؟ انت لسانك طول حبتين قفلت عليك شويه، كله عشان مصلحتك. بعد كل اللي حصل بينا وبعد كل اللي انت قلته ما بقاش ينفع نعيش مع بعض، ارحمني وطلقني. ما انا قلتلك تأميني حريتك وقوليلي. هأتمن ايه؟ انت خليت حيلتي حاجة؟ لا لسه حيلتك كتير. تغزي العين بقى ولا ايه؟ انت مش بني ادم، ازاي انا اتخدعت فيك كده؟ عادي كلنا بنتخدع في بعض، مش قصة يعني. طب خليني اروح شغلي وانا مش هتكلم. فاكراني خايف لتتكلمي؟ طب تتكلمي. انا الحكايه بالنسبه لك فلوس وبس. هتدفعي كام؟ الفلوس اللي معايا خدتها. دي لسه حيلتك كتير. سافل يا روحي. واحنا مش هنتغدى يا بيبي النهارده ولا ايه؟ واخرتها ايه يا دنيا؟ مالك بقيتي شبه الموت كده، شايلة ريحته ولابسة كفن، متلتمة وساكتة ومش مفهومة. ما تتضيري بقى ودينا وشك، خلي الزهر يحن ويفك زنقة اليك. على فين يا غزال البتاع ده واخدك ورايح على فين؟ ويا ترى هتاخدي معاكي باريزة ولا؟ خش اخويا، خش برجلك اليمين. حاضر. خش اخويا وانت ساكت كده. ايوه سالفولة يا برازرز. انت ايه اللي اخرك يا خلوص؟ سيبك من التاخير دلوقتي، انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ لا يا حبيبي بص بقى، انا عايزك تورق كده وتهدى وانا هعرفك انت جاي ليه في القريب العاجل ان شاء الله. لا بقول لك ايه، ده اسمه اختطاف وانا ممكن اقلب عليك والعالم كله، اللي جوه واللي بره. خلاص انت ناويتها ولا ايه؟ ناويتها. فلانك دلوقتي جايب المراد. لا بقول ايه، خلي بالكم في دلوقتي قانون التحرش يوديكم في 60 دقيقه. ايوه انا بخاف من الطرب. هخليها لك جنة يا حيني، هخليها لك رشد عين. صحيح. جاهز يا برنس النجوم وحاضر بره. تمام تمام تمام. ايه هو انتوا فتحتوا خلاص المقبره؟ جسم مولع نار نار. بتوشوشني ليه بس؟ بتوشوشك عشان تعبان يا نار، تعبان جسمي ملتهب. شطه في كل حته، والكريم ده مش عامل اي حاجه على فكره، الكريم ده مش عامل حاجه خالص. لا يا حبيبي هو بس محتاج وقت شويه وهو زي الفل. مش قادر استحمل، مش قادر استحمل يا دمار، مش قادر. انا قلتلك يا حبيبي، قلتلك هتتحرق. هنا هنا هنا. فضلت تحط في الزيت، تحط في الزيت وتقول لي حمام شمس يا حبيبتي، حمام شمس. اتفضل اهو اتحرقت اهو. انا مالي انا ومال الكلام ده؟ ولا عمري عملت تان ولا حمام زيت ولا حمام شمس. يوم ما حصل تتحرق كده. بالراحه 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 يا مر، بالراحه يا مر. خبر يا عمر، انت جسمك بقى احمر قوي. النبي وريني، اعرف اشوف، اعرف اشوف، اعرف ابص. حراره حراره، نار نار يا حبيبي نار. تضحكي يا دمار، تضحكي وانا ملتهب. مش احسن معيط يا حبيبي؟ اضحكي.
اضحكي اكتر، اضحكي قوي يا عف، خلي الضحك تطفي نارك زي ما شعلتي ناره. بس يا ترى بقى تضحكي على مين فيكم؟ انتي ولا هو؟ تنتمي لمين فيكم يا عف؟ منك ولا منه؟ ولا من كل حاجه حبيتيها في يوم في حياتك؟ اضحكي اضحكي ودمري كل اللي بتحبيهم. خدي روحك في الرجلين. اه يا عفة، بعد ما عيني جت في عينيه ولقيت عيني مرغرغه بالدموع، دنعت واتسمرت مكاني والكلام كله وقف جوا بقي، وسرحت لحد ما مشي. طب ومراته ما يعمل فيها ايه؟ لا لا، هم منفصلين بقى. تينا ده ما بقالهمش غير كام شهر يا ماما. لا مختلفين في كل حاجه، هو قال لي كده مختلفين. واضح انك انتي مش سامعه غير صوته بس. ايه يعني لما ما اسمعش غير صوته بس؟ هو انا جبتك عشان اخد رايك واتكلم معاكي. بس انا بصراحه فرحانه، فرحانه قوي. بس بس ايه؟ ده انتي مش فرحانه بس، ده انتي طايره من الفرحه. صح عندك حق. يا سلام لما الواحده تحس ان في واحد بيحبها قوي كده، وهي تبقى حاسه بالحب ده، بس عايزه تتاكد وتتأكد إنه فعلاً بيحبها. أحياناً الفرحة بتنسي وبتلاقي حاجات كتير يا تينا، وإنتي مش فرحانة بس، إنتي هتموتي من الفرحة لدرجة إنك نسيتي نفسك. آه نسيت فرق السن ونسيت إني متجوز ونسيت إن عندي عيب ونستحق كده. ستتينا ستتينا ستتينا، في ايه؟ خير يا بنت؟ كفله الشعر الحقينا. عمك حافظ خد شنطه هدومه وفلق من هنا. فلق وده وقته برضو يا عمي. حبيبي وحبيب ايامي نجم شهر العسل خرشو عمو حافظ. اه بونسوار بونسوار. انت ايه اللي جابك هنا؟ اه جاي اقضي شهر العسل. اشمعنى انت ولا انا ماليش نفس؟ ليه انت اتجوزت؟ هو انا ما قلتلكش؟ ليدي بليز كم هير. بونسوار. ها ايه رايك في ذوقي؟ تعالى صورني. ما فيهاش فيلم. بقول لك ايه، انا حاسه ان انا شايفاكي قبل كده صح؟ لا الحوش اللي وقع منك. هو ايه اللي وقع؟ انت كنت تدرسي في الجامعه ولا حاجه؟ عشان انا متاكده ان انا شايفاكي. يا اختي وتحيري نفسك ليه؟ بعد الشر عليكي من الحيره وجع نافوخ. انا يا اختي اللي كنت برقص في فرحك شفتيني في فرحك. انت راقصه؟ لا يا حبيبتي دي هواية عندي، ده انا من عيلة كبيرة قوي 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 قوي. جرى ايه؟ هي النضارة والبرنيطة مش عاملين شغل ولا ايه؟ برنيطة برنيطة يا عم برنيطة. كانت جاية على البنسوار بتهزر. اصل احنا غاويين برنيطة. انت اتجوزتها ازاي؟ طيب بقول لك انت بتعرفي تلبسي حلو. انا مش مشكلة على فكرة. بسم الله هكذب عليك. سيبك من البتاع اللي معاكي ده. انت كده فاضية كده يعني. انت حركتين ثلاثة كده. راجل المجنون، راجل المجنون اللي مش هيعقل ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتكلمي نفسك؟ عمك حافظ اللي مش حافظ غير قله القيمه وقله الادب. قفشتيه مع مين تاني؟ يا ريتني يا اختي كنت قفشته، ده راح يتجوز وراح يقضي شهر العسل. اتجوز؟
انت مش بتقولي اتجوز يا ست؟ يعني انزغرت له. غوري من وشي، غوري من وشي دلوقتي. حتى الفرحه في البيت ده سكتي ليه كده يا رب؟ طب انت ايه اللي مزعلك بس دلوقتي؟ ايه اللي مزعلني؟ هو الواحد فينا بيكبر ولا بيصغر؟ تلاقيه راح يلف على واحده من دور احفاده. طب وماله يا تينا؟ القلب وما يريد، كبير صغير مش فارقه ولا ايه؟ انت تقصدي ايه؟ لا ولا حاجه، انا هطلع بقى عشان عندي النهارده دروس قد كده. اهلا اهلا اهلا، ازيك دكتوره صفوه؟ نورت الدنيا كلها، اتفضلي. اوعى تفتكر يا دكتوره عوني ان ممكن اسكت على اللي شفته. اللي حصل ده جريمه وانا انت ايه يا دكتوره؟ الواضح ان حضرتك داخله علينا حامي قوي بصراحه. بقى انا مش فاهم حضرتك بتتكلمي عن ايه. انا بتكلم على شغل العصابات اللي بيحصل في المستشفى، ومش عشان غازي بقى جوزي هخاف واسكت. لو فاكرين كده تبقوا بتحلموا. واضح يا دكتوره ان حضرتك بتعاني من مشاكل اسريه انا ماليش دخل فيها، انما لو حضرتك تحبي ان ادخل فيها عشان احلها انا هبلغ الدكتور عمر، وممكن قوي ابلغ البوليس. ما تنسيش نفسك يا دكتوره صفوه، ما تنسيش انت بتكلمي مين. انا الدكتور عوني، وانا بعتذر لك يا دكتور على الغلطه دي. كويس قوي انك جيت دلوقتي يا دكتور غازي، قبل ما اتصرف مع الدكتوره تصرف كان هيزعلها. انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شغلي، وانا جاي اعمل الواجب اللي عليا. شغلك في العياده والعمليات؟ شغلي في المستشفى اللي انتوا نهبينها. طيب كلمه زياده وهعرفك ان جوزك بطريقتي. هتعمل ايه؟ هتحبسني تاني في البيت؟ مش هتقدر، عشان انا خلاص ما بقتش عايزاك، وحكايه طلاقي منك دي بقت مساله وقت. سوري يا دكاتره، واضح ان في بينكم وبين بعض شويه خلافات اسريه انا ماليش ان اتدخل فيها، فاكراما ليكم انتوا الاثنين هسيب لكم مكتبي عشان تتصافوا فيه. بس قبل ما امشي احب اقول للدكتوره صفوه كلمه واحده، ما تخلقش اللي يهدد الدكتور عوني. وانا ما بهددش، انا بحذركم. قلت لك اخرصي بقى. ليه كده يا دكتور؟ الله. طيب انا هحاسبك بقى وانت خلص امورك وحصلني. جاي وراك يا دكتور، تعالي معايا. فجأة اتسمرت في مكاني، حسيت ان كلمة سما رشقت جوه قلبي وفوقتني، وكأنها بتعريني قدام نفسي، بس انا مش عارفة اذا كانت تقصدني انا ولا لا. يا بنتي الوهم اللي انت عايشة فيه ده انا مش فاهمة، انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ انت لسه صغيرة وجميلة وزي القمر، والف مين يتمناكي. أنا مش فاهمة بجد عقدة النقص دي جايبها منين؟ من الخوف. كل سنة بتعدي على الست بتاخد من أنوثتها وجمالها، عشان كده دايما يقولوا لك الست بتكبر قبل الراجل. أنا خايفة في يوم من الأيام أصحى ألاقي نفسي وحيدة في الدنيا دي. الله، أنت مكبرة الموضوع قوي يا تين. أنا ما استحملتش كلمة قالتها لي سما حتى لو كانت بالغلط. جرى إيه؟ أنت مستكترة على نفسك الفرحة يا تينا؟ قعدت طول الفترة اللي فاتت أسأل نفسي هما ليه سموني اكتفينا؟ اكتشفت دلوقتي بس يعني ايه اكتفينا؟ إن كل واحد ليه نصيب من اسمه، وأنا رضيت باللي اتقسم لي. اتكنيت جوا روحي ووافقت إني أعمل دور الوهم، دور الأم بالوهم لعمر وسما. عرفت إيه اللي مخوفني؟ لا ما تخافيش يا حبيبتي، سيبي نفسك وعيشي بقى. أنا خايفة أنسى نفسي. ما أنتي فعلا ناسية وظلماها كمان. انا مش فاهمه انت حابسه نفسك جوه حدوته بايخه ملهاش اي لازمه، المفروض كنت نسيتيها من ساعه ما طليقك عاش حياته من غيرك. عادي جدا على فكره. فينك يا عمر، فينك انت؟ عايزه تجننيني؟ انا شايفك بعناية وانت خارجه مع الولا ده، غير الدكتور اللي انت معشماه، ومين عارف فيه ايه تاني. خلصت؟ بتدوري على كده بتضحكي بيها عليا؟ ده على اساس ان انت صغنن ويضحك عليك؟ ما دام انت عارفه ان انا مش صغنن، بتهربي مني ليه؟ خلاص هريحك منك وابعد عني خالص. تعالي هنا اهو. رايحه فين؟ عايزه اريحك مني. انا عايز اسمع اجابه على سؤال واحد، انت بتحبيني؟
هو انت لسه بتسأل؟ بتحبيني ولا مش بتحبيني؟ هو ده سؤال يتسأل يعني دلوقتي؟ بلاش لفة ولا دوران، جاوبي على السؤال بتاعك. دي مش طريقة دي على فكرة، وبعدين سؤالك ده فيه اهانة ليا. اهانة؟ ايوه، لاني لو مش بحبك يبقى هقابلك ليه؟ خلاص نتجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك يا عمر؟ في ايه؟ هما فين؟ هما فين؟ هما مين؟ هما فين؟ الله، ده كان كابوس؟ يا الله، يا سيدة والحلقة يا رضا سموت. واضح تماما ان صحتك مش جاية على جو هنا خالص. انا رأيي ان احنا نرجع احسن. لا 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 اللي جابوا هنا دول بس هم بوصلنا شهر العسل. انا عارف، انا عارف اللي هو الموضوع. هيخرب بيته، انا هيخرب بيتك يا محافظ، هيخرب بيته. لا صحيح، مراته دي انا شايفاها عندك مرة في العيادة بتكشف. يبقى معرفتك يا عمر. ليه وقت تنشيط الذاكرة ده دلوقتي؟ لا مش هي، مش هي خالص. يخلق من شبه 40. لا بقى، انا متأكدة انها هي. حبيبتي لمار، لمار ما تيجي يا حبيبتي نمشي من هنا ونسيبهم خالص ونروح في حتة تانية. لا مش هنروح حتة تانية، ده بنروح حتة تالتة ولا حتة رابعة يا عمر. احنا نرجع مصر حالا. نرجع نعمل ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، انا اسف. انا واضح ان انا مش قادر اساعدك. انا اسف، اسف جدا يا قمر. بس بقى يا عمر قطعت قلبي والله. بقولك ايه؟ لا انا اللي يسعدني حاجة واحدة بس. ايه يا حبيبتي؟ انك تبقى صريح معايا، ما تكدبش عليا. انا بكره الكذب قوي 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 يا عمر. يا قوي كده؟ ايوه. هو وحش، هو وحش جدا. ليه يا قوي على كده؟ يخرب بيوت، بوظ بوظ. في مزيكا حلوة، تيجي ننزل، تيجي ننزل نتعشى ونسهر. في مزيكا لسه شغالها والسهر هنا حلو قوي. فكرة حلوة جدا. صح، هنعمل حاجة مفيدة بقى. يلا. ايه رأيك يا حبيبتي في المكان ده؟ حلو، حلو قوي قوي قوي. بس مش احلى منك حبيبي يا عمر. المشكلة ان انت في الكلام لبلب، انما بقى في ده كلام يتقال. تحب تعيشي ايه يا روح قلب عيون عمر؟ ماليش نفس في اي حاجة يا حبيب روح قلب لمار. يا نهار ابيض يا منجي. سوري حبيبي، انت كل ما تشوفني لازم تقول يا منجي. مش اشوفك انت يا حبيبتي خالص. والله مش انت المقصودة. تحبي تتعشي ايه؟ تحبي تتعشي ايه؟ ماليش نفس يا عمر. كل انت وتغذى يا حبيبي. رم عظمك، رد عظمك يا حبيبي. انا اصلا فايد عشتي فاهم على فكرة كده. ايوه هلو جوتن نخ ابن اخو يا حبيبي. نهيري بس تندار بخرب بيتك اللي في بالي. عارفه طبعا، عارفه. بنويه يا عروس. قال لي يا اختي قلت لي اسمك ايه تاني؟ اسمي لامار. تحب اكتبه لك عشان ما تنسهوش؟ وعلى ايه يا اختي؟ ده حتى سهل. قلت لي جولنار مش كده؟ جولنار ايه؟ جولنار يا ماما. لامار، لامار. معلش يا حبيبي. إيه؟ معلش، معلش يا عمر. دايما بتنسى. زهايمر مبكر. سلامتك، الف سلامه يا حبيبتي. تسلمي لي يا روح الروح. قال لي يا اخويا كنت بتختار ايه عشان تاكله؟ عندك المنيو اهي، اتفضلي تقدري تنقي اللي انت عايزاه. ايوه ده قائمه الطعام يا حبيبتي. قائمه انت داخل ماما استاد. يا اخويا انا ما بفهمش في الكلام ده. انا هاكل اللي نقيه الدكتور. ايوه اصل يا سلام، اصل بتعز الدكتور عمر، وبعدين دي مرات عمه يعني في مقام امه. طبعا هي تعتبر في مقام جدي فعلا. مالك يا مدعم؟ من ساعة ما رجعنا وانت دماغك شاردة لبعيد. خايف يا سليم، خايف، خايف من اللي احنا بنسويه. ايش؟ متعب بيخاف؟ جديدة دي. طب قول الكلام لحد غيري. ده انت طول عمرك كنت شايل روحك على كفك ودايرة تخبط يمين وشمال. هذه بلطجة، شقاوة. ايش كانت اخرتها؟
نثبت اي حد وناخد منه قرشين، لكن اللي انتوا بتفكروا فيه خطر خطر. وفي الحالتين خطر، وايش اخرتها؟ يا السجن يا الهروب. بس المهم التمن، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هذه ما فيها سجن، هذه فيها اعدام. اعدام، احنا هنقتل وهنقرب سلاح لناس هتقتل ناس تانيين ما لهمش اي ذنب، يقتلوا عساكر. هذه خيانة، واني ما اعرفش اخوه. اللي مثلنا يا اخوي بلدهم مطرح ما يتاووا، وناسهم اللي يدفعوا. وبعدين ما تنساش، ما انت عايز تطول حبيبة القلب. انا بحبها صحيح، لكن اسمع يا ولد عم، الناس اللي اتفقنا معاهم دول الدم عندهم ارخص من التراب. فوق يا متعب، فوق. اهلا بك انت. اسمع يا بنت، انا ممكن اوديك في 60 داهيه انت والعصابه بتاعتك، رايحين تضحكوا على الراجل وتمضيه على ورق عرفي عشان تلزقي لي هنا بيت. الله، كراهيه يا دختاره، ده انا مرات عمك، يعني في مقام كده هوت حماتك. حماتي ايه؟ ورق ولمدور. اسمعي يا بنت انت، اسمعي يا بنت انت، هي كلمه مش هتنيها. انت لو خلعتيش من قدامي دلوقتي واختفيتي من حياتي. بالراحة يا دكتور، لا يطقلك عرق يا اخويا، وما نعرفش نلحمه تاني، ولا مرت تقعد تصرخ. انت عايزة ايه يا بنت انت؟ انت عايزة ايه يا بنت انت؟ عايزة ايه؟ انت مش خدت فلوس؟ ياي ياي ياي، انت بقيت بيئة قوي قوي قوي. انا بيئة، انا بيئة. اخلصي وقولي عايزة ايه؟ سوري. اخلصي. بقيت بلدي. اخلصي. بقول لك ايه؟ السي دي اللي معايا يا حبيبي كل يوم سعره بيزيد وبيعلى، وبصراحة كده انا في ورطة ومفيش حد قدامي غير. يا نهار اسود، لمار جاي. غوري يا بنت غوري. وايه يا اخويا خايف كده ليه؟ امشي انت من هنا وانا امشي من هنا، ولا من شاف ولا من دين. يلا يا ماما. يلا يا بنت من هنا يلا. لماري هي كيسي هي ماري هي لارو هو ساتاري هي لا هي هي باري هستي كاري هي. هاري باندري ستيل برانجش ليك كرامه كرامه. بس بقى يا عمر، وانا متجوزه شاروخان الله في ايه؟ جايب لي مريضتك البيئه وعامله لي فيها مرات عمك. انت جولا نار. انا جولا نار يا عمر؟ انا جولا نار والتانيه بتاعت الاحضان الدفاء بتاعت المستشفى. عمر يا بيبي يا عمر، ده ايه ده؟ ده شهر عسل ده حبيبتي؟ والمكان ده بتاعنا ده يعني سياح من ارجاء المعموره. سياح؟ ايوه، حبيبتي بييجوا من كل حته يزوروا ويتفسحوا ويتبسطوا. عمر كلمة تانية، هلم عليك الدنيا دي كلها وانت ما تعرفش الجنان البدوي لما بيطلع مفيش حد بيرده الا اللي خلقه. اهدى حبيبتي، اهدى حبيبتي، روقي، اهدى حبيبتي. بس بقى. الله اكبر الله اكبر. بس بقى يا عمر. خلاص اهدى بقى. ايه؟ طب خلاص، انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اغور من هنا يا عمر. اتفضلي. عايزين نغور كلنا، نمشي كلنا مع بعض، نمشي. خلاص هم بوظوا لنا شهر العسل، منهم لله منهم للنماري. هاري
ما تستفزنيش يا عمر. بتجزي ليه كده؟ ليه الجزازين ده؟ عايز اسالك سؤال يا صلاح. إيه؟ هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ اتجوز؟ ايه سؤال غريب؟ لا غريب ولا حاجه، اصل الموضوع يعني اللي... موضوع ايه بس يا عم؟ تلاقيك بتحب واحده ومش عايز تقوله، مكتم على الخبر. لا اصل الحب ده زي القضاء، مفيش مفر منه. يا ساتر يا رب، انت قلبتها دراما كده ليه؟ ده الحب جميل ونعمه من عند ربنا. ما انا عارف ان هو نعمه من عند ربنا، بس لازم الحب يكون موزون، كفه قصاد كفه، عشان لو الاولانيه طبت الثانيه تقع. صباح الخير. صباح الخير يا غازي. انت جيت امتى؟ مستنيكي هنا من بدري. بس ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ يا ريت نتكلم مع بعض، احسن ما نعمل مفاجآت لبعض. مالك متوتره ليه؟ عاملة زي التلميذة اللي مزوغة من المدرسة. صراحة أنا مش عارفة إيه اللي جابني هنا، كنا قعدنا في السنتر أحسن. أولاً ده سنتر كوافير حريم، هقعد أنا فيه بقى أعمل إيه؟ ثانياً أنت اللي طلبت إننا نتكلم. ثالثاً بقى أنا بصراحة ما صدقت. عملت إيه مع الدكتورة صفا؟ من قبل ما أتكلم معاكي وإحنا منفصلين. أنت مستعجل كده على طول؟ هو أنتوا مش لسه كنتوا؟ قلت لك على اللي فيها وخلصنا، هنعيده تاني ليه بقى؟ وبعدين احنا جايين هنا النهارده عشان نتكلم عن نفسنا، انا وانتي وبس. طب لما انت اتجوزتها علشان تهرب من احساسك بيا، ايه اللي رجعك دلوقتي تاني؟ الناس ساعات بتشرب عشان تنسى، وساعات بتغير بني ادمين يمكن تعرف تنسى، لكن ابقى كذاب بقى لو قلت لك اني عرفت انساكي. فرق السن اللي بيننا؟ فرق السن ده لما اكون انا لسه في العشرينات وانتي في الخمسينات، ساعتها ممكن تبقى مشاعرنا مش حقيقية وإحساسنا ملخبط، لكن في السن اللي إحنا فيه دلوقتي مفيش حاجة اسمها فرق سن، لكن في حاجة اسمها حب. أنا بقالي كتير قوي بصراحة ما قعدتش مع حد وقال لي الكلام الحلو ده، حاسة إن أنا هبلع بيضة مكسوفة مدة طويلة قوي. أول مرة أقعد أسمع الكلام الحلو ده. أنا غلطت مرة وضاعتك مني، ما عنديش استعداد تضيع مني تاني. أنت عارف إن أنا ما بخلفش، وعارف إن ده كان سبب طلاقي. عارف وراضي. راضي بإيه؟ يعني هتقدر تتحرم من أحلى حاجة في الدنيا؟ تتحرم إن أنت تبص لصورة طفل؟ تتحرم إن أنت تحضن طفل قدام عيني وتحسس له على شعره؟ ساعتها هتوجع جامد، اكيد هتحصل بينا مشاكل كتيره قوي، مش كده؟ انا مستعد لكل ده وقادر عليه. انا اتوجعت كتير قبل كده ومش هستحمل. حياتك عمري في يوم ما هكون لك وجع. قولي بقى يلا يلا. خش حاسب، خش يا عم، خش اوعى تقع. اوعى ايدك. الحمد لله على السلامه يا اختي، ده شهر عسل. اهدى. الف حمد لله على السلامه. فيها يا بنت؟ في ايه؟ فين اكتفينا؟ مش هنا. وسامة؟ برضو مش هنا. قولي احكي لي كده وفضفض لي. سي عمر مالك؟ هو العسل كان بزيادة ولا ايه؟ مالكيش دعوة انت يا عم، فضفض لي بس. ايه ده كده؟ ده انت شكلك حد حاسبك كده وقرش ملحتك. صح؟ صح صح. بس انا عارفه، انا عارفه، عارفه هجيبه، هجيبه، عارفه هجيبه. متضايقش نفسك انت بس، والنبي متضايق نفسك. في ايه يا بت؟ في ايه؟ يلا يا بت من هنا، يلا خش جوه. حاضر يا ناصر. ده خالد ابني. امال هو في ايه؟
سافر يا ست وسيبني بيربيني من ضيعت ورثه. عمل خير اهو ريح واستريح. محدش مرتاح. الا قول لي يا اخويا، طالما ابنك مز قوي كده وابن اخوك شديد قوي كده، امال انت طالع لمين؟ خلصان قوي بالشكل ده؟ افتح يا كازانوفا. يا حسني دي كبسه دي ولا ايه؟ وقفل لي بالمفتاح، قفل لي بالمفتاح. يا عمر افتح يلا كازانوفا فاند افتح. حاضر يا عمر. تشرب ايه يا حبيبي؟ قفل لي بالمفتاح. اشرب 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 من دمك دلوقتي. افتح. تعالي لي بقى نقول انت لازم يتفضى النهارده ودلوقتي حالا قبل ما اخواتي البنات ييجوا. كفايه قوي بوظت لي جوازتي، مش هتخربوا بيتي كمان. جراحي يا اخويا، هو انت كل شويه تدخل لنا بزعبيب ابشير بتاعتك دي؟ ما قلنا كده تهدى وتروق عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم فيها يا بنت؟ مفيش تفاهم، مفيش تفاهم. يلا الورقه اللي كاتبينكوا ده لو كان في ورقه اساسا، ده لو اصلا في ورقه ها، تاخد الورقه بتاعتك وقرشين وما تورينيش وشك تاني. يلا بنت بره. انا برضك بتاعت قرشين يرضيك يقول على المدام كده؟ كمل بتقول يا عمر. لا انت تسكت خالص. حاضر خالص. قلت ايه يا بت؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا اخويا انت لو جايبني من على الناصيه مش هتعمل فيا كده. ده على اساس ان انا جايبك من الجامعه مثلا. لا جامعه ولا طرحه. اسمع مني بقى البقين اللي فيهم الخلاصه. عايز يا حبيبي تخلص مني وما تشوفش خلقتي دي تاني، وكل واحد فينا يروح لحاله. يا ريت. يا ريت ايه؟ طب وانا؟ اسكت انت. حاضر. تجيب لي يا اخويا فيلا زي دي وتحط لي قرشين في البنك كده يمزجوني، وعربيه تحت رجلي. عربيه يا بنت؟ عربيه يا بنت؟ ما اتجوزك بالمره يا بنت. تتجوزني انت ايه؟ فاتتك دي يا حبيبي، ما بقتش اتجوزك يا روحي. اذا كانت لسه ما جوزتنيش انا لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ هوديكوا انتوا الجواز 60 داهية. اه احنا 60 داهية. احنا جوز مع بعض ودينا. اوعى ايدك. اوعى ايدك عمر. ما شربتش حاجة يعني؟ هي حصلت انك تسافري من غير اذني عفت؟ انا قلت لمامي ورفضت ومع ذلك سافرتي. انا مش فاهمة يا بابي انت مالك مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ يعني كأني اول مرة سافر. ما انا سافرت مع صحابي. مع اصحابك واحنا عارفين وانت مستأذنة واحنا على علم بكل كبيرة صغيرة على السفرية. ده كان زمان لما كنت بتهتم وانا بروح فين وباجي منين وبعمل ايه، لكن دلوقتي خلاص محدش فاضي. لما قلت للسيده الاولى ان انا عايزه اسافر قالت لي لا، وحضرتك ما كنتش موجود ولا فاضي عشان تقول لا ولا اه، وانا كنت عايزه اسافر فسافرت. انت بتعندي مين؟ بتعندي نفسك؟ مجنونه بقى هتعمل ايه؟ ايه رأي حضرتك تحطيني في مصحه؟ انت شايفه ان دي طريقه محترمه للحوار؟ لا انا شايفه ان حضرتك بتضيع وقتك الثمين في الكلام معايا. انت اتغيرت كتير. انا كنت فاكر ان التغيير عباره عن سهر وشرب وحاجات انت مش حباها، ولكن انا ملاحظ ان التغيير من جواكي. محدش بيفضل على حاله يا بابي، كلنا بنتغير. انا بفكر بجد في الطلاق. طلاق؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انت لحقتي؟ انا مش حاسه اني اتجوزت يا سلمى. انا حاسه ان فوزت دوامه ملهاش اخر. حواديت قديمه بتتفتح وحاجات بتحصل مش قادرة أفهمها، وعمر على طول متوتر وقلقان وخايف، وأنا تايخة وسط كل ده. حتى خلاص يا سلمى ما تعبت 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 يا حبيبتي. لو كل واحدة فكرت بالفكر ده مفيش حد هيتجوز أصلا. أنا شايفة الصح إنك تقعدي تتكلمي معايا. مش عارف بس مش مبسوطة. يبقى تسيبيه يا أستاذة، اللي زيك ما استاهلش إلا اللي يسعده. ايه ده؟ انت بتصنط علينا ولا ايه؟ انا ما اقدرش اشوف الاستاذ تعبانه كده واسكت. كتر خيرك يا فضل، روح انت شوف شغلك. على فكره طريقتك دي مش عجباني خالص، انت كده بتاخديه عليكي قوي. خلاص بقى يا سلمى، فضل طيب بيحبني وبيخاف عليا. ما المصيبه انه بيحبك وده وطايش، يعني عقله ممكن يوديه في حته بعيد قوي. مراتك؟ مراتك ازاي يا عم حافظ؟ مش دي اللي قفشناها معاك في الاوضه؟ اضحك عليها يا بت. فرحانه بيك قوي يا عمو، ده انت طلعت وحش. امال ايه يا حبيبي؟ كنت عايزاه يتجوزني كده عمياني،
مش لازم اني عين البضاعة بيخش على نور. طبعا يا حبيبتي بالأوله نور اخره زفة. بدي اطلعي فوق اطلعي فوق بلا شلة ادب اطلعي فوق. لا والنبي انتي ناسي مين، اقعد اتفرج شوية. الله ترى ايه واحنا كنا ايه فرجة ولا فرجة. هدي اعصابك يا روحي هدي اعصابك. انت شايف يا زازا بيقولوا ايه؟ يدي كده. لا زازا ما يردوش الكلام ده. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي ندخل في النور شوية. ايه اللي بيحصل ده؟ ويت قومي اطلعي اوضتك اطلعي اوضتك. انا مش فاهمة انتي مش عايزين اتفرج ليه يعني؟ اطلعي اوضتك اطلعي اوضتك. حاجة تقرف كل حاجة. لا 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 مديني عبور ولا صبرت وانا قلت يا حافظ. اختك دي قديمة قوي. وادخد التانية شوية. ايوه أنا مش مصدق نفسي. روسيني ولا أقول لك غزيني بمطوة. أنت بتتفرجي على إيه؟ أنا بتفرج عايز أشوف نهاية الفيلم اللي قدامي ده. ده فيلم هندي يا حبيبتي. صبع صبع بقى راحة شوية. صبع 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 خلي صدومي شوف البيت وعملها. جزمة ولقيت شربها. ايه؟ جزمة ولقيت شربها. انا رايح العيادة رايح اتعالج. لما تيجي لمر خليها تكلمني. ايه ده؟ رايح العيادة وهتسيبنا هتسيبنا مع المصيبة السودة اللي في البيت. اشربي شوية اشربي شوية من اللي طفحولي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقيت وزني 7444 حسبان عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 ده اتجنن. معقوله جايب لنا واحده من الشارع بالشكل والمنظر ده في محترم زي ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت ما شفتيش اعمل ايه في فرحي؟ بوظتي فرحي بوظتي شهر عسلي. ده بوظ كل حاجه يا عمر كل حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. بالحق انا كنت عاوزك في حاجه مهمه قوي. ودواته ده يا تينا دواته مش ما الفيلم يخلص. حسبي الله ونعم الوكيل. اه بس ايوه كده. انت بتعمل ايه؟ بسخن. تخن ايه؟ انت بتشوشوط. ودي كمان رايحة فين يا ابلة؟ ابلة يا اختي عشان ما لحيتي كده ليه؟ ما تخليكي حلوه امال عشان نولف على بعضينا وانا بعملين زي الزيت والسكر مع بعض. سلام قائم رب رحيم. بقول لك سلام قائم رب رحيم. سلام قائم يا حماله. ظهري قفش عليا محتاجك. سلام قائم. سلام ظهرك يا عيون بريه. بينا على عيشنا وانا تقلق بظهرك يا غالي. ايوه احب صوابع الزينة. الاذن يا ابله. اتفضلي يا مدام اتفضلي اذنك معاكي يا حبيبتي. سلام قائم رب رحيم. يا عيني يا ام زازا يعني يا ابو حافظ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟